أنا الحقيقة عندما اطلعت على هذه الدراسات لم أكد أصدق التأثير المذهل لزيت الزيتون الذي ذكره الله في القرآن وأكد نبينا عليه الصلاة والسلام على ضرورة استخدامه له تأثير مذهل على خلايا الجسد، فيه مواد حتى الآن العلم لم يكتشف أسرارها. الآلية التي تعمل بها هذه المواد حتى الآن يحاول العلماء اكتشافها. انظر اخي الحبيب، اهم جزء او جزئين في جسدك القلب والدماغ. زيت الزيتون يدخل ليستهدف اساسا هذين الجهازين المعقدين اللذين تعتمد عليهما حياتنا، الانسان لا يستطيع ان يعيش بلا قلب وبلا دماغ. زيت الزيتون اخي الحبيب فيه مواد صديقه للقلب، يحبها القلب. مواد أيضا تحبها الخلايا العصبية الخلايا العصبية ثروة كل خلية عصبية من المئة مليار خلية عصبية التي خلقها الله في دماغك هي كنز لماذا لأن خلايا الجلد تتجدد خلايا الـ 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 الأمعاء تتجدد خلايا الدم تتجدد ولكن الخلايا العصبية لا تتجدد تحتفظ بالذاكرة تحتفظ بالذكريات تعالج المعلومات فيها احلامنا واسرارنا وحياتنا وعلاقاتنا موجوده في هذه الخلايا فمن الضروري جدا الحفاظ عليها لذلك هناك ما يسمى بالشيخوخه المبكره هناك بامراض الخرف الزهايمر جلطات دماغيه مشاكل كثيره جدا اخي الحبيب سببها طبعا اراده الله اولا وعدم اهتمامنا بهذه الخلايا زيت الزيتون سبحان الله الخلية العصبية تحبه تنشط وتصبح أقوى وتصبح أكثر كفاءة في عملها من الدراسات الغريبة ما قامت به جامعة هارفارد حديثا جدا قامت بدراسة على تقريبا شملت 92 ألف شخص دراسة كبرى يعني دراسة عالمية فقط نصف ملعقة طعام من زيت الزيتون كل يوم تصور هذا هذه الكمية الضئيلة التي نحن نستخف بها، نظن انها لا تفعل شيء، انها تفعل الاعاجيب اخي الحبيب، واليك النتائج. تبين ان استهلاك نصف ملعقه من زيت الزيتون كل يوم على مدى طبعا فتره التجربه خفض احتمال الموت بسبب امراض القلب بنسبه 19%. طبعا الاعمار بيد الله ولكن هذه الاعمار لها اسباب، الله تعالى يقول: نحن قدرنا بينكم الموت، يعني جعلنا له اسباب، فمن اسباب الموت انك انت تهمل زيت الزيتون الذي أمر النبي به النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة والله عز وجل ربط نوره بالزيتون الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء إذا ربط الله بين نوره سبحانه وتعالى وبين زيت الزيتون هذا ليدلك على أهميته في حياتنا لذلك دراسة الدراسة التي قامت بها جامعة هارفارد وفاجأت العلماء تبين أيضا ان استبدال ان ان تاخذ زيت الزيتون بدلا من الزبده والسمنه والزيوت العاديه ساهم في الوقايه من الموت بنسبه 34% طبعا هذه احصائيات علميه يعني الذين اخذوا زيت الزيتون اصيبوا بشكل اقل بامراض القلب والدماغ بنسبه 34% وبالتالي هذا الامر اخي الحبيب مهم جدا ان نعلمه، لا تهمل هذه الملعقه كل يوم ويفضل ان تاخذ اكثر، طيب كيف ناخذ هذا الزيت؟ ليس من الضروري ان تاخذه، هو يفضل ان يؤخذ على الريق لكي تضمن امتصاص اكبر كميه له من قبل الجسد. يمكن ان تاخذه مع السلطات، مع اللبن، الزبادي مثلا او اللبنه مع الخضار بعض الخضار مع بعض ال يعني يمكن ان يؤكل هكذا مع الخبز، زيت الزيتون لذيذ جدا على فكره، يعني طعمه من يعود نفسه عليه طعمه لذيذ جدا لا يستطيع ان يستغني عنه، اتصور كميه الامراض التي يعالجها والجسد يحب هذا الزيت، وجود زيت الزيتون في الجسد عندما تستهلك ملعقه كل يوم يحسن تدفق الدم باتجاه الدماغ وبالتالي يحسن صحه الدماغ ينشط هذه الخلايا العصبيه كنتيجه لذلك لاحظوا ان وظائف الادراك والذاكره ومعالجه المعلومات تتحسن ايضا لذلك بالنسبه لطلابنا الاحباء لا تغفل زيت الزيتون لانه مهم للخلايا العصبيه وللذاكره والتعلم والادراك والحفاظ على قدراتك المعرفيه. دراسه عام 2017 لجامعه بريطانيه، حقيقه انا بهرت بالاليه التي يعمل بها هذا الزيت سبحان الله. فيه حمض اسمه حمض الاوليك، ما هذا ما هذا الحمض؟ هو حمض دهني احادي غير مشبع، نحن نعلم ان الدهون غير المشبعه صديقه للامعاء وصديقه للجسم بشكل عام. هذا الحمض اخي الحبيب يستهدف البروتين المسبب لسرطان الدماغ فيوقف نشاطه سبحان الله آلية دقيقة جدا طيب من الذي علمه؟ من الذي وضع فيه هذه الخصائص؟ يقول لك الملحدون نشأ بالمصادفة وتطور بالمصادفة وعشوائيا لا يا أخي هذا الحمد هذا الحمض الاوليك هذا مبرمج مبرمج ليستهدف هذا البروتين المسبب لسرطان الدماغ فيوقف نشاطه يجعله ينتحر يتوقف عن العمل وبالتالي يحمي الدماغ من سرطان الدماغ سبحان الله لاحظ قدره الله في خلقه عز وجل هناك دراسه الاولى من نوعها اجريت عام 2023 تبين ان زيت الزيتون يقي من الموت بسبب الخرف او الزهايمر بنسبه 28% طبعا هذه ارقام احصائيه نحن قلنا الموت بيد الله وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله ولكن الله يضع اسباب هناك اسباب كثيره للموت اخي الحبيب منها هذه الاسباب مضادات الاكسده الموجوده في زيت الزيتون لها نوعيه تحبها خلايا الدماغ وبالتالي تؤثر ايجابيا على صحه الدماغ، الذاكره، علاج المشاكل، اتخاذ القرارات، الراحه النفسيه يعطي راحه نفسيه. هناك دراسه ايطاليه اجريت عام 2015 تقول ان زيت الزيتون هو السلاح الطبيعي ضد السرطان، يعني الله جهزه بمواد يتعرف على مسببات الـ الـ السرطان فيقضي عليها <applause> سبحان الله. زيت الزيتون اخي الحبيب وهذه الملعقه السحريه كل يوم التي نظن انه لا قيمه لها، لا انها تفعل الكثير. تزيد من نسبه الكوليسترول النافع في الدم وتخفض نسبه الكوليسترول الضار وتمنع تخثر الدم، هناك مواد في زيت الزيتون تمنع تخثر الدم وبالتالي تصبح حركه الدم اسهل وهذا يؤدي للوقايه من الجلطات القلبيه. اذا هنا اخي الحبيب لابد انا انا كانسان مؤمن بالله عز وجل وانسان استخدم عقلي بشكل علمي ان اتوقف عند هذه الماده التي خلقها الله. شجره الزيتون موجوده منذ مئات الملايين من السنين ليست حديثه ولكن الانسان مخلوق حديث، طب هل الطبيعه منذ ملايين السنين علمت ان هناك انسان سيخلق على الارض؟ وسيعاني من امراض معينه وسيكون تصميمه بهذا الشكل، فخلقت له هذه الشجره لخدمته مثلا، طبعا لا، هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين، لذلك الله عز وجل عندما قال لنا في ايه اخرى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه، ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون، اذا انا يجب ان اتفكر من الذي سخر لي شجره الزيتون هذه؟ من الذي وضع هذه المعلومات في زيتها لتجبر الخليه السرطانيه على الانتحار لتمنع تخثر الدم لتنشط الخلايا العصبيه لتغذي القلب والدماغ، من الذي وضع هذه المواد اخي الحبيب؟ يجب ان نتفكر لنزداد ايمانا ونزداد يقينا انه لا يوجد شيء عبث في هذا الكون وان الله سخر كل شيء لخدمتنا، اذا انت انسان مكرم عند الله، ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، اذا الله يحبني. انت تكرم شخص تكرهه، اذا كل ما يدعيه الملحدون انتبه يا اخي الحبيب ان الله خلقنا ليعذبنا وخلقنا لينتقم، كل هذا كلام فارغ، الله خلقك لانه يحبك. يريد لك الخير سخر لك الكون ولكن هناك بلاء ينبغي ان تتحمل هناك مرض ينبغي ان تصبر عليه لتثبت صدقك وصدق محبتك لله عز وجل هذا هو الهدف من البلاء والمرض وسخر لنا هذه الوسائل لنتداوى بها فاذا انت كانسان انعم الله عليك بالصحه الان ابدا منذ هذه اللحظه باستهلاك هذا الزيت وكل يوم ملعقه ليست كميه كبيره يعني ولكن عبر الاشهر والسنين يكون لها تاثير كبير جدا وبالتالي هنا عندما يقول الله وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين من معاني هذه الايه ان الله ينزل لك ايات تدلك على الشفاء يعني عندما ربط بين نوره عز وجل وبين هذا الزيت زيتونه لا شرقيه ولا غربيه ذكر الزيتون تحديدا في هذه الايه وذكر نور على نور كانما يقول لك ان هذا الزيت مهم جدا لك في حياتك لينور قلبك وعقلك ويعطيك يزيدك صحه يزيدك معرفه يزيد دماغك قدره على معالجه المعلومات وهي من شجره مباركه كما اكد النبي عليه الصلاه والسلام وامرنا ان ندهن به وان ناكله، اذا ايضا النبي يحب لنا الخير صلى الله عليه وسلم، لذلك احبتي في الله خلاصه هذا اللقاء لا تغفل هذا هذا الزيت مهما كان يعني ثمنه مرتفع ولكن الفوائد التي ستحصل عليها اكبر بكثير مما ستدفع، لذلك لا تغفل هذا الموضوع واسال الله سبحانه وتعالى ان يكتب الشفاء لكل مريض وان يقينا كل شر إنه على كل شيء قدير أستودعكم الله إلى لقاء قادم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته